أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم سورة النساء کی آیت نمبر 127 نمبر آیت پڑھیں گے. وَيَسْتَفْتُونَكَ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ. نون پہ گناہ ہوگا بعد پانچ الف کے برابر لمبی ہوگی. فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ. اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں آپ نے ہمارا رنوانی کا دانے پر آپ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں اوپر ایڈ سیٹ پر آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر کلک کر کے آپ نورانی کا دیکھ پلے لسٹ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي. اب یہ تا بریک پڑھا جائے گا. میم کو یہ ساکن والی یہ تشدید والی نون کے ساتھ ملائیں گے. یہ مد پانچ الف کے برابر لمبی ہوگی. یہ حمزہ کو ہم یہ تشدید والی لام کے ساتھ ملا دیں گے. فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لا تؤتونہن ما كتب لهن وترغبون لهن وترغبون أن تنكحوهن أن تنكحوهن والمستضعفين من البلدان والمستضعفين من البلدان وأن تقوموا وأن تقوموا لليتامى بالقسط لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير وما تفعلوا من خير فإن الله كان فإن الله كان به عليما به عليما ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من البلدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब कर ले, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।